السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، أسعد الله صباحكم متابعينا والكل من يشاهد شاشتنا شاشة تلفزيون قطر. حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي في الضحى. إن شاء الله راح نتكلم عن مواضيع عديدة وضيوف راح يثرون حلقة هذا اليوم وتستفيدون من هذه المواضيع. فبداية نصبح عليكم بكل خير ونصبح على زميلة مشعل. صباح الخير مشعل. صباح النور يا عبد الرحمن، أسعد الله صباحكم مشاهدينا بكل خير، يا مرحبا ومسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الصباحي في الضحى. احنا متعودين كل يوم نستقبل ضيوف ان شاء الله تكون مواضيعنا مهمه بالنسبه لكم، وايضا اخبارنا المحليه وكذلك تقاريرنا. وقبل هذا كله احنا معودينكم مشاهدينا ان احنا نتكلم معاكم في دردشه صباحيه انا وزميلي عبد الرحمن. فاحنا اليوم اخترنا موضوع اللي هو موضوع فن الاعتذار وشلون تقدر انك تسامح من اخطا في حقك. هو صراحه الاعتذار فن، لكن ما تستعمل الاعتذار هذا في كل وقت او كل في اي شيء يصير تروح تعتذر، لا، لان الاعتذار يكون في المكان اللي تستحقه او في الموقف اللي يستحقه. يعني اذا كان اعتذارك على اي شيء او كل مره يصير شيء تروح تعتذر على طول، بعدها ما راح يكون للاعتذار قيمه. يعني حتى الشخص اللي قدامك لما تعتذر له اكثر من مره ما راح يسوي لك قيمه، راح حتى انه يظلمك، ما راح، يعني هذا الاعتذار ما راح يكون في المستوى المطلوب. لكن الاعتذار دليل انك متسامح مع ذاتك، متصالح، قنوع، يعني اشياء كثيره يسببها الاعتذار. لكن انه شلون؟ انه ممكن تغفر للاخرين بسهوله وما تشيل في قلبك. والله كلامك حلو، بس انا لي وجهه نظر اخرى. فن الاعتذار هو فن، مش اي حد ان انا اعتذر له، ومش اي موقف انا اعتذر له. اذا اخطات مش غلط ابدا ان الانسان يعتذر. هو يعتبر نوع من انواع الثقه بالنفس رقم واحد. رقم اثنين، انا متصالحه مع نفسي مثل ما قلت عبد الرحمن. ساعات الناس ممكن تفهم الانسان المتسامح والدائما يعتذر انا اسف على كل شيء، ممكن انه هو يكون انسان يعني الا بيسامحني فعادي ان انا ممكن اغلط عليه. هني لا، كل شيء لحد، حتى في الاعتذار لحد. إذا أخطأت اعتذر، مش غلط أبداً، بالعكس يرفعك، يرفع من شأنك لأنك أخطأت، وإحنا كلنا خطائين أكيد، وخير الخطائين التوابون. فلما تعتذر هذا نوع من أنواع الذوق، وأنت شكل قاعد تكتسب أصدقاء أكثر. أما إذا أخطأت في حق الآخرين وما اعتذرت لهم، هذا أكيد راح يسبب العداوة والبغضاء والتباعد بينك وبين الناس. أكيد. في ناس عبد الرحمن من غير أي شيء تعتذر، يعني كلها تحس أنها هي غلطانة. لو أي شيء صار، مثلا لو حتى الكوب الماي طاح من يدها، أنا آسف، الكوب ماي طاح. يعني هاي الطيبه الزايده، يعني مثلا يبين لك هالشخص انه طيب زياده عن اللزوم، وايد لا، ففي وفي مكامن ايجابيه. فيعني فالواحد لازم يحط حدود مثل ما قلتي، يحط خط ما يتجاوز هذا الخط في الاعتذار في اي شيء، مش الاعتذار بس. يعني فالواحد حالاته يكون متوسط، حتى في الاعتذار يكون متوسط. لكل مقال مقام مقال. صحيح. فالاعتذار قلت لك انه ما يكون على اي شيء. يعني واحد مثلا طيح الجلاس، خلاص اعتذر، اعتذر ما راح تحسين لها قيمه. يعني راح تكون مثل ما تقولين ان تكون خلاص تعودتي على هذه الكلمه. يعني تعتمد على حسب وزن او وزنك للمواقف. فالاعتذار كلمه عظيمه او شيء عظيم، لكن مش في اي وقت تستعمله. لازم تحدد متى انك تحتاج انك تعتذر، او متى انك خلاص تمشي الموضوع بدون اعتذار، او تعتذر او ما تعتذر. فلما تعتذر انت يعني متسامح. صحيح. لكن لازم تحط حدود بعد. أكيد. حتى للتسامح. يعني تعرف لو مثلا احنا في الطريق مثلا في الاشاره مثلا او في اي مكان احنا قاعدين نمشي، وتبي مثلا تروح صوب اليمين، فانت ممكن ان انت تستاذن، فممكن انك تعطي اشاره حق الطرف الاخر ان السياره الثانيه ان انا بمر مثلا، فلك حق انك تقول له تفضل او لا. ففي ناس لا تدخل على طول هالشكل، حتى ما تعتذر ان هي دخلت، وهالشيء وايد مزعج ويسبب غضب الاخرين. في ناس تتسامح، وفي ناس تقول ما عليه يمكن هو مستعيل، وفي ناس تقول لا والله ليش اتسامح عن حقي، فتروح وتصير اكيد مشكله في الشارع، واحنا دائما نشوف هالاشياء موجوده. اكيد مشاعل، في بعض الناس مثلا عنده الاعتذار او كلمه الاعتذار، او حتى ان كلمه تسمح لي يحس انها ثقيله، او يحس انها راح تكون كبيره عليه او بتنزل من قدره. نعم.
فبالعكس هالشيء يخليك يبين للناس شلون انت تربيتك اول شيء، شلون انت متسامح، شخصيتك راح تكبر او شخصك راح يكبر في عين اللي قدامك والاخرين ايضا. فحلو انك تعتذر، لكن مثل ما قلنا تحط حدود، اعتذر لكن مش على اي شيء، على المواقف اللي تستاهل وعلى الاشياء اللي تمر عليك، بس يكون يعني مثل ما نقول انه تستاهل الاعتذار. واذا كنت فعلا اخطات اعتذر، ترى مش عيب وابدا، راح يكون شيء نوع من انواع التواصل مع الاخرين، وهذا اعتبره انا ذكاء. اكيد احنا عندنا الحين اخبارنا المحليه، ونبتدي مع اول خبر من جريده الشرق. تكريم لولو المري في مجال الرياضة النسائية بعالم الرياضة. تنطلق النسخة الأولى في ملتقى رياضة المرأة العربية في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة يوم 24 من مارس عام 2022، ويهدف الملتقى إلى إلقاء الضوء على السيدات العربيات التي استطعنا تحقيق نجاحات في المجالات المختلفة للرياضة، سواء في مجال الممارسة العالمية والأولمبية أو في مجالات الإدارة الرياضية. ومن جانبها عربت لولو حسين المري رئيسة لجنة رياضة المرأة القطرية لجريدة الشرق عن سعادتها بتكريمها من قبل الجامعة العربية بالقاهرة في 24 من مارس المقبل، وتقديرها للجهود المبذولة من قبل الدول العربية والخليجية لإعلاء شأن الرياضة وخاصة الرياضة النسوية. كلنا فخر أكيد بهذا التكريم للسيدة لولو المري. أكيد، وفخرين أيضا بناتنا اللي قاعدين نشوفهم ينجزون وينجحون في جميع المجالات وخاصة المجالات الرياضية، فكل التوفيق لبناتنا وخواتنا. ونروح لهذا الخبر من جريدة الراية، استطلاع لقياس رأي الطلاب وأولياء الأمور حول الأنشطة المدرسية، حيث اعتبرت السيدة فاطمة يوسف العبيدلي رئيس قسم البرامج والأنشطة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أن حصص الأنشطة المدرسية من الممارسات التعليمية اللي يمكن من خلالها استثمار الطاقات والمواهب الكامنة لدى الطلبة وتوفير بيئة جاذبة لهم، وهي تساهم في استثمار هذه الطاقات بما يعود عليهم وعلى المجتمع بالنفع، وتساعد في التكوين المتكامل لشخصية الطالب بحيث تصبح شخصية متعاونة. يعني نشوف جهود صراحة من أخواننا في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، يحاولون على قد ما يقدرون أنهم يسوون كل شيء عشان ينجحون الطلاب، يطلعون جيل فاهم وواعي ومتعلم. هذا ما نتمناه أكيد يا عبد الرحمن. وننتقل إلى جريدة لوسيل، باحثة من جامعة قطر تفوز بجائزة لوريال اليونسكو للنساء في مجال العلوم. حصلت الدكتورة نورة آدم محمد، باحث مشارك في مركز البحوث الحيوية الطبية جامعة قطر، على جائزة لوريال اليونسكو للنساء في مجال العلوم، البرنامج الإقليمي للمواهب الشابة في الشرق الأوسط للعام 2021، وهي جائزة مرموقة مخصصة لتكريم العالمات الشابات الصاعدات في المنطقة. يعني نجاحات ما شاء الله في أخبارنا لهذا الصباح، نجاحات قطرية، فأكيد إحنا نشعر بالفخر بهذه النجاحات. أكيد مشاعل، وكل التوفيق أيضا لهم. ونروح لهذا الخبر من جريدة العرب، الأوقاف تطلق النسخة الثامنة من المحدث الصغير. أطلقت الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية النسخة الثامنة من مسابقة المحدث الصغيرة التي تنظمها الإدارة العامة للأوقاف بالتعاون مع مدرسة جاسم بن حمد الثانوية للبنين، وبإشراف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. كل التوفيق لهم، وإن شاء الله نشوف هذه المسابقة أو هذه الفعالية تكون بالتوفيق إن شاء الله. إن شاء الله، الله يوفقهم. وننتقل إلى خارج البلاد، إلى تركيا تحديدا. جريدة الوطن تسلط الضوء على زهرة الثلج. تضيف زهرة الثلج التي بدأت تنتفع في ذوبان الثلج في منطقة أوجا علي في ولاية سقارية غربي تركيا جمالا مختلفا إلى طبيعة
المدينة، وبدأت زهرة الثلج تظهر سنوياً في المنطقة المذكورة التي شهدت تساقط كميات كبيرة من الثلوج خلال السنوات الأخيرة. وتعد زهرة الثلج من بين الأنواع النباتية المستوطنة في ولاية صقارية، حيث تبهر الناظرين برونقها وجمالها. أنا أعتبر أن خروج نبتة في هذه الأجواء الثلجية المتجمدة نوع من أنواع الإصرار سبحان الله لهذه النبتة الضعيفة أنها تشق الثلج وتطلع منه. أكيد سبحان الله. ومن هذه الأخبار طبعا أخذنا فيكم جولة في أخبارنا المحلية من صحفنا المحلية طبعا، والحين خلونا نشوف هذا التقرير عن اللغة العربية وفعالية تحديدا جذور عربية اللي هي تصادف اليوم العالمي للغة الأم، اللي كان من كم يوم تكلمنا فيه، استضفنا أحد الأخوة اللي تكلمنا عن اليوم العالمي للغة العربية. فخلونا نشوف هذا التقرير ونرجع لكم. احنا على توجه خطه مستقبليه لدعم اللغه العربيه من خلال برنامج جذور العربيه. حاليا بتفاعلنا مع الجمهور العام في قطر، جت فرصه كورونا ككوفيد والتعليم عن بعد محفز بشكل كبير ان ننقل التجربه التعليميه كلها عن بعد. فوجودنا في هذا المساحه التعليم عن بعد باستخدام اللغه العربيه وتعليم مبتكر في تعليم اللغة العربية أعطانا مساحة أن توسع البرنامج أنه يغطي شرائح أكبر باستخدام التعليم على البعد، ممكن يكون هو المسار المستقبلي حق برنامج جذور العربية. اليوم على سبيل المثال برنامج جذور العربية في أفراد من قطر وفي أفراد من خارج قطر، من كندا، من أمريكا، من ألمانيا، من المغرب، وكنا صراحة جدا متفاجئين من الاهتمام ومن الأفراد اللي جايين من دول مختلفة. فبشكل عام هذا عزز عندنا أن نموذج التعليم عن بعد في برنامج جذور العربية ممكن يكون هو مستقبل نمو البرنامج كبرنامج. وعندما نتحدث عن الدين الإسلامي فنحن نتحدث أيضا عن اللغة العربية التي نزلت وهي لغة القرآن. إذن إحنا عندنا أكثر من عامل يجعل اللغة العربية عندنا تأخذ حيز أكبر من أي لغة أخرى في حياتنا، يعني لهذا الشيء الطبيعي. طبعاً نحن من جهتنا نشجع هذه المبادرات القيمة في مجال الثقافة، لا سيما تشجيع القطاع الخاص على الانخراط في الأعمال الثقافية. اليوم في تأكيد على الإنتاج والمنتجات الثقافية سواء كانت في مجالات الفنون المتنوعة بالإضافة إلى الصناعات الأخرى المرتبطة فيها، مثل هذه الصناعات التي ترتبط باستخدام عناصر من عناصر مقومات الهوية الهامة مثل اللغة العربية، حيث تهتم دولة قطر وتضعها ضمن أولوياتها كمقوم أساسي ورئيسي في هويتنا القطرية والعربية والإسلامية. ولهذا السبب يجتهد الجميع، ومثل هذه المبادرات بالتأكيد تحفز الكثير أيضا في من الشباب والشابات أنهم ينخرطون في هذه المجالات الثقافية الهامة، سواء كان على مستوى الصناعة نفسها أو الانخراط في عملية التعلم والتعليم الخاصة بأبنائهم. لما ذهبنا لكلية أحمد بن محمد العسكرية عند أبنائنا وجدناهم عطشا للغة العربية، يتنافسون لأخذ الكلمة لكي يتحدثون باللغة العربية. كان عنوان تلك الندوة الهوية اللغوية وبناء المواطن الصالح، وهذه من بين القيم العليا التي لا بد أن نرسخها في أبنائنا. تشرفت اليوم بحضور الجذور العربية في اليوم العالمي للغة الأم، وهذا لابد أن نعزز اللغة العربية بتمكينها في التعليم، وهذا بالتحول الجديد من التعليم عن بعد، فلابد أن نعزز الرقمنة فيها، ولابد أن نعزز المبادرات سواء المبادرات الخاصة أو المبادرات العامة. نجد أن المبادرات العامة هي جديدة وجديرة بأن تثري من المحتوى في اللغة العربية، لأن نجد أن المحتوى في اللغة العربية يحتاج إلى تعزيز، وهذا بتضافر الجهود سواء من المجامع اللغة العربية سواء من الجامعات التي لا تألو جهدا لتمكين اللغة العربية، وكثير من الفعاليات التي نشهدها الآن في دولة قطر خاصة بالتعاون الموجود بين الملتقى القطري للمؤلفين واللجنة القطرية للتربية والثقافة العلوم التي تشهد احتفالات باللغة العربية طيلة 3 أشهر، ونجد أن هذه الندوات تثري وتعزز من اللغة العربية. فاليوم اللغة العربية لا يمكن أن نحتفي به يوما واحدا ولكن على مدار السنة، ونجد أن اللغة العربية لابد أن تجسد في أرض الواقع. Thank you.
يا مرحبا مشاهدينا. تأسست كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في قطر وفق رؤية تستهدف إثراء المجتمعات في قطر وخارجها. تمنح المجتمع الأكاديمي فرصاً للانخراط في البحوث المبتكرة والشركات البناءة، كما تسعى الكلية لتأهيل كوكبة من المواطنين العالميين المسؤولين اجتماعياً والمؤهلين أكاديمياً، ممن يسمح لهم بتنوع خبراتهم بأن يصبحوا قادة العالم في المستقبل. دعونا نرحب معا بضيفتنا الكريمة وزميلتنا أكيد في الإعلام السيدة نيفين محمد الخواجة، مذيعة الأخبار وخريجة ماجستير ترجمة من جامعة حمد بن خليفة. حياة الله وسعداء بهذا اللقاء. والله أنا أسعد. مرحبا مشاعل. مرحبا الرحمن. أنا سأتحدث في البداية عن البرنامج الماجستير الذي تخرجت منه عام 2015 قبل 7 سنوات تقريبا. هو ماجستير في دراسات الترجمة من كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة حمد بن خليفة. هو برنامج أكاديمي معتمد أكاديميا من كلية الترجمة والترجمة الشفوية من التابع لجامعة جنيف بسويسرا، وهي من أعرق الكليات كلية الترجمة في العالم. يدرس الطالب في هذا البرنامج ماجستير دراسات الترجمة، يدرس على مدى عامين أو حتى أكثر من عامين، يدرس النظريات المختلفة للترجمة، يدرس أيضا الأسس المهنية للترجمة، أيضا يدرس الأساتذة هناك من مختلف الجنسيات من ذوي الخبرة مشهود لهم بالخبرة العالمية، وأيضا منهم من يتمتع بخبرة عملية في الترجمة دوليا، معتمدين دوليا. أيضا هناك الطالب يجب أن يخضع للترجمة العملية في أحد المؤسسات قبل التخرج طبعا، يخضع لهذه التجربة في الاحتكاك الفعلي بالمهنة. جميل. نعم. يعني هذه نبدأ عن قسم العلوم أو كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة حمد بن خليفة. يعني فلو نتكلم عن مشوارك مع الدراسات العليا في مجال الترجمة بالجامعة. نعم. الملفت أن مشواري في دراسات ماجستير دراسات الترجمة من جامعة حمد بن خليفة كان هو السبب الأساسي لتحولي للعمل في المجال الإعلامي في تلفزيون قطر. هنا بالتحديد أنا أعمل مذيعة أخبار وأيضا صحفية في قسم الأخبار تلفزيون قطر منذ 6 سنوات تقريبا. طبعا كان الفضل في ذلك للتخصص الذي كنت فيه والأساتذة هناك في عمل هذا الشفت يعني في الكارير في المهنة. كنا نتعلم كل المقررات التي تعنى بالترجمة، كل أنواع الترجمة القانونية الاقتصادية. كنا نتعلم أهم المقررات التي أنا وجدت نفسي فيها وكنت مهتمة بها جداً، هو مقرر الترجمة التحريرية الإعلامية والتي كان يدرسها الأستاذ الدكتور أشرف عبد الفتاح، وهو صاحب خبرة أكاديمية وأكاديمية وعملية كبيرة. كان يترجم في المنظمات الأمم المتحدة وأيضا في قناة الجزيرة الإخبارية لسنوات طويلة. طبعا وجدت نفسي في هذا المجال. أيضا لحسن الحظ كان تلفزيون قطر قد أعلن عن رغبته في استقطاب مواطنين ومواطنات للعمل في تلفزيون قطر، وتقدمت للعمل والحمد لله. أكيد إحنا يعني سعداء أن أنت زميلة لنا في هذا المجال أكيد. وما شاء الله يعني ماجستير في الترجمة. أختي نيفين، الخبرات والمعارف اللي خدتيها من دراستك في قسم الترجمة تحديدا، وخصوصا ان حضرتك يعني في المجال الاخباري، فشلون تشوفين ان هذا الدور ممكن انه يساعدك، خصوصا ان وتيرة العالم في تغير مستمر وسريع؟ كما تعلمين يعني مشاعل، نحن في مرحلة تداخل تخصصات،
يعني تخصص وعلم الترجمة لا يمكن أن نعزله عن باقي التخصصات والعلوم الأخرى مثل الطب والقانون والإعلام. أنا في الإعلام تحديداً وفي الأخبار سواء في التقديم أو في الصحافة. نعم. يستدعي بعض المرات أو كثيراً ترجمة بعض الحوارات أو بعض الأخبار، أيضاً تحريرها. يعني يكون مقرر الذي أخذناه ودرسناه وهو الترجمة التحريرية الإعلامية كان أشبه ب يعني تحرير صحفي. كنا نتعلم ما هي بنية الخبر، كيف نبني الخبر، ما هو الخط التحريري للقنوات، ما هو التوجه التحريري، بنية الخبر، ما هو الخبر الصحفي. كان هو أشبه بتحرير وليس فقط ترجمة. كل ذلك صب في طبعا فائدة في أحيانا عندما أقوم بأسجل حوارات مع بعض السفراء، حوارات مع بعض السفراء، أعود إلى القناة وأترجم الحوار طبعا مع مراعاة كل الأسس التي تعلمتها في الأسس النظرية التي كيف نتعامل مع الخطابات الإعلامية. نعم زميلتنا نيفين، يعني تخصصك فادك كثير في الشغل هنا عندك أو في مهنتك، فنبي كلمة للسادة المشاهدين، هل تنصحين مثلا أخواننا اللي محتارين في التخصصات أو شيء، هل يدخلون هذا التخصص، هل يعني كلمة؟ نعم. أشجع أي حد مهتم باللغات وبالترجمة بالذات، لأن الترجمة تفتح أبواب. يعني أنا حتى الطالبات التي كنا معي في البرنامج، يعني البرنامج عمل لهم تغيير في حياتهم المهنية وأنا كنت من بينهم. يفتح أفق، يفتح أبواب. هناك أنواع كثيرة، برامج موجودة في كلية الإنسانيات والعلوم الاجتماعية بجامعة حمد، هناك برنامج ماجستير دراسات الترجمة الذي درسته أنا، وأيضا ماجستير الترجمة السمعية البصرية، وأيضا هناك يعني دائما جامعة حمد بن خليفة تتحفنا بالبرامج الجديدة خاصة كلية الإنسانيات والعلوم الاجتماعية، برنامج ماجستير التواصل مع الثقافات والذي نحن بحاجة إليه في المرحلة الحالية، هو يركز على التواصل الشفوي، الترجمة الشفوية في السياقات الاجتماعية والطبية والقانونية في المحاكم العدلية. نعم. فهذه قصة أخرى، يعني ربما حد من المسؤولين في جامعة حمد بن خليفة يشرح لنا أكثر عن هذا التخصص الجديد. يعني ما شاء الله زميلتنا الإعلامية نيفين يعني ماجستير في الترجمة، وأيضا ما شاء الله حسن الإلقاء عندك خصوصا في المجال الأخباري. كل هذه أكيد ممكن هي تصنع مذيع وإعلامي ناجح. فشنو اللي ممكن تقدمينه كنصيحة لأي فتاة حابة أن هي تدخل المجال الإعلامي وتقتدي فيك كمثل أعلى لها أختي نيفين، شنو نصيحتك لها؟ هناك فرص كبيرة موجودة ووفرتها المؤسسات في الدولة، فرص علمية وفرص عملية. يعني أنا أشجع الشباب القطري والشابات القطريات استغلال هذه، البحث عن المعارف العلمية التي تدعم تخصصاتهم. نعم. لأن كما قلنا التخصصات متداخلة تكمل بعضها بعضا. شكرا لكم. يعطيك العافية أختنا نيفين أو زميلتنا نيفين محمد الخواجة، طبعا من قسم الأخبار، خريجة ماجستير ترجمة من جامعة حمد بن خليفة. تكلمنا عن التميز الأكاديمي في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة حمد بن خليفة، كل الشكر لك وبالتوفيق إن شاء الله. عندك نشرة بعد شوي؟ أكيد. يعطيك العافية. يلا يعافيكم. شكرا جزيلا لكم. إذن مشاهدينا، يصادف يوم السبت القادم اليوم اللي تم تخصيصه للاحتفال بالبيئة القطرية. هذا اليوم يذكرنا بأهمية الطبيعة اللي حب الله بها دولة قطر وضرورة الاهتمام فيها وحمايتها من أجل أجيال المستقبل. فخلونا نتابع معكم هذا التقرير وعندنا عودة إن شاء الله مع ضيف جديد وموضوع جديد.
إيماناً منها بأهمية المحافظة على البيئة ومواردها، تحتفل دولة قطر في 26 من فبراير في كل عام بيوم البيئة القطري، وذلك في إطار العمل على تنفيذ الركيزة الرابعة لرؤية قطر الوطنية، والتي تحقق التنمية البيئية المستدامة. الاحتفال بيوم البيئة القطري يذكرنا بأهمية الحفاظ عليها ورعايتها بكافة مكوناتها والمتمثلة في الحياة البحرية والبرية، بالإضافة إلى الغطاء النباتي والروض والمحميات الطبيعية بالدولة، والعمل على حماية مكنوناتها الطبيعية النادرة من الانقراض. وزارة البيئة والتغير المناخي تحتفل مع العديد من الجهات في الدولة بهذا اليوم، وتستعرض خطتها البيئية المستدامة والتي ترجمت من خلال كبريات المشاريع مثل مشروع البيوت الخضراء ومبادرة زراعة مليون شجرة، إضافة إلى مجهوداتها في تأهيل الروض للمحافظة على الغطاء النباتي. مبادرات تهدف في مجملها إلى جعل قطر دولة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وتأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلاً بعد جيل. حياكم الله من جديد مشاهدينا. تحتفل وزارة البيئة والتغير المناخي بيوم البيئة القطري يوم 26 فبراير من كل عام بهدف دعم الاستدامة البيئية، حيث تولي اهتماما بالغا بتنفيذ البرامج والمشاريع والمبادرات البيئية، وتنظم الوزارة عدد من الأنشطة والفعاليات التوعوية بمجال البيئة. والحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا السيد سالم سفران، مساعد مدير إدارة المحميات الطبيعية. حياك الله معنا ونقول لك صباح الخير. الله يحييك أخوي عبد الرحمن، وصباح النور والسرور. يا مرحبا بك أخوي سالم، طبعا أنت متواجد معنا عبر الهاتف. ما شاء الله وزارة البيئة والتغير المناخي دائما في نشاط ودائما معودتنا على برامجها، فماذا شعاركم لهذا العام أخوي سالم؟ مرحبا أخت مشعل. طبعا شعار يوم البيئة القطري لهذا العام 2022 هو بيئتنا أمانة، وهو رسالة بأن هذه البيئة بجميع مكوناتها من ماء وهواء وتربة أمانة في عناقنا، والمحافظة عليها ومنع المساس بها أمر واجب. نعم. ومسؤولية المجتمع بأكمله. نعم. طيب أخوي سالم، يعني شنو هي الفعاليات والأنشطة اللي راح تطرحونها هذه السنة؟ يعني إحنا متعودين دائما كل سنة تكون في فعاليات كثيرة، فلو نتكلم عن هذه السنة. طبعا السنة هذه تم تنظيم الفعاليات للاحتفال بيوم البيئة القطري، وشملت إنزال في شهود صناعية وزراعة نباتات برية وحملات تنظيف وإطلاق غزال الريم وإنزال أسماك، بالإضافة إلى تجميع بذور. كما سيتم تنظيم عدد من الفعاليات والأنشطة في المدارس مثل معارض بيئية ومحاضرات توعوية. جميل، ممتاز. إذن ما هي الأماكن اللي ستقام بها هذه الفعاليات والأنشطة لكل المهتمين أخوي سالم؟ طبعاً ارتأت الوزارة هذا العام تنظيم الفعاليات في عدة مواقع، حيث سيتم إنزال شوت في مياه سيرين وإطلاق الريم في محمية خور عديد، وسيتم أيضاً إنزال أسماك في الذخيرة في غابة المنقروف. نعم. أيضاً تجميع بذور القرم من غابة المنقروف، وإطلاق الطيور سيكون في محمية تبروك بالتعاون مع شو اسمه المبادرات اللي في قطر من مثل مركز اصطفاء البيئه. نعم. ايضا ستتم زراعه شتلات بريه في محميه بروك ومحميه العديد، بالاضافه الى حملات تنظيف في عدد من هذه المواقع. نعم. وقد اختيرت هذه المحميات لتنظيم فعاليات فيها لتسليط الضوء على دورها واهميتها في الحد من التدهور البيئي والمحافظه على التنوع البيولوجي واعاده توطين بعض الانواع المقرضه
فضلا عن التعريف بهذه المحميات التي تعتبر من المناطق الطبيعية الجميلة في الدولة. نعم، طيب إن شاء الله فريق من تلفزيون قطر راح يكون معكم يغطي بعض الفعاليات اللي تقومون فيها، طبعا نتمنى لكم التوفيق. طيب اللي حاب إنه يشارك أو يحضر لهذه الفعاليات شلون، هل شلون ممكن يعرف وين مكان الفعالية ومتى بالضبط؟ وهل ممكن أي حد ممكن إنه يشارك معكم ولا في فئات معينة أو فئات مستهدفة؟ طبعا الفئات المستهدفة طبعا كل الشرائح الموجودة في فعالية الأنشطة هذه لجميع أفراد المجتمع وفي جميع القطاعات، لذلك حرصت الوزارة على دعوة العديد من الجهات المعنية وغير المعنية بما يساهم في استهداف أكبر من عدد من الأفراد لنشر الوعي وبما يرسخ مفهوم المشاركة المجتمعية. من بين الجهات المشاركة مركز التقاء البيئة ومركز أبحاث الحياة المائية ووزارة التربية وبنك الدوحة وغيرها. نعم يعني الحمد لله رجعت لنا الحياة مرة أخرى الحمد لله، فنبي نعرف شو اللي يميز هذا العام عن السنوات السابقة أخوي سالم. طبعا تنظيم الأنشطة والفعاليات البيئية السنة يأتي في إطار خطط الوزارة واستراتيجيتها لحماية البيئة والحد من أثار التغير المناخي ونشر الوعي والثقافة البيئية. نعم طيب لو نتكلم عن دور جمعية أصدقاء البيئة مشاركين معاكم، فلو نتكلم عن دورهم. طبعا جمعية أصدقاء البيئة مشاركة معنا في فعاليتين في خور الأديد بزرع شتلات وأيضا النظافة حملة نظافة تكون هناك في المنطقة. الفعالية الثانية بتكون عندنا في محمية بروك واللي بدورها بعد بتكون في هناك زراعة شتلات من النباتات البرية القطرية، بالإضافة أن بيكون في إطلاق للطيور البرية في محمية بروك. نعم دائما دولة قطر تشجع أكيد على رؤيتها اللي هي 2030 المحافظة على البيئة الزراعية، ودائما نشوف الكتب المدرسية سواء في العلوم أو في اللغة العربية أو حتى في الاجتماعيات دور هذا الشيء أكيد في تعزيز للأبناء للمحافظة على هذا الموروث الزراعي. فهل هناك مشاركة للمدارس معاكم أخوي سالم ولا لا؟ نعم كما ذكرت في السابق أن تم تنظيم عدد من الأنشطة الموجهة لطلبة المدارس وبجميع المراحل منها محاضرات توعوية وأيضا معارض بيئية في العديد من المدارس. نعم أخوي سالم يعني كل الشكر لكم على هذه الجهود اللي تقومون فيها. يعني نبي نصيحة للسادة المشاهدين اللي يتابعونا عبر شاشة تلفزيون قطر، نكلمهم عن أو نوعيهم للحفاظ على البيئة على الموروث هذا الإرث، فكلمنا أضرى نصيحة للمشاهدين. طبعا ما ننسى الشكر لكم على إتاحة هذه الفرصة لنا على أساس نعطي نصائح لأفراد المجتمع، لأن يوم البيئة القطري هو يوم للجميع وفرصة للقيام بالتغيير وتقديم عمل ما لهذه الأرض الطيبة. نعم. وباسمي باسم وزارة البيئة والتغير المناخي ومن خلال شاشة تلفزيون قطر أدعو الجميع إلى المساهمة في الحفاظ على بيئتنا القطرية لحمايتها وتحقيق الاستدامة لنا وللأجيال القادمة. طبعا وإحنا أيضا بدور تلفزيون قطر يدنا بيدكم أكيد للمحافظة على البيئة. كل الشكر لك أستاذ سالم سفران مساعد مدير إدارة المحميات الطبيعية بوزارة البيئة والتغير المناخي، كل الشكر لكم. نعم إذا مشاهدينا خلونا نطلع فاصل وبعدها نرجع نواصل باقي فقراتنا. تتعرض العديد من منصات التواصل الاجتماعي والحسابات الشخصية على مواقع الإنترنت لعمليات قرصنة وجرائم اختراق واحتيال. لمعرفة كيفية حماية بياناتنا ومعلوماتنا من المخترقين يسعدنا نحن نستضيف السيد محمد السقطري الخبير في تكنولوجيا المعلومات. حياك الله ويا هلا مرحبا بك.
الله يحييكم ومشكورين على الاستضافة، إن شاء الله راح نفيدكم وتستفيدون معنا بإذن الله. يا مرحبا بك، وفي البداية طبعا نرحب فيك مرة ثانية. يعني نبي نعرف عن مفهوم الاختراق والقرصنة، يعني صار الواحد لما يسمع كلمة اختراق أو كلمة هكر يسبب له رعب يخاف، فنبي نعرف عن هذه الأشياء. طبعا احنا نفرق بين القرصنة والاحتيال. القرصنة عندنا هو الوصول غير مشروع لمنصة أو لشبكة عنكبوتية أو لنظام معين، فهذا يسمونه اختراق. أما الاحتيال هو أنه يحتال على الشخص أنه يوصل للمعلومات بس عن طريق الشخص نفسه، لأن الشخص أو المستخدم هو عنصر ضعيف ما يعرف يحمي بياناته. ممكن تبني بيت لكن بدون ما تركب بيبان، ما حد علمه، لازم نعلمه، لازم نشرح له. المخترق لا، فاهم للنظم المعلومات، فاهم للأنظمة المختلفة للشبكات، يعرف طريقة الوصول لها ويدور الثغرة، يبحث عن الثغرة ولين ويستغلها عشان يدخل ويوصل للهدف واللي هي البيانات. طبعا أنواع المخترقين عندنا ثلاث أنواع: أصحاب القبعة البيضاء اللي هم يحاولون يخترقون عشان يعرفون الثغرات ويحلونها، يساعدون على حل أو غلق هالثغرات. أما أصحاب القبعة السوداء هذا اللي معروفين اللي يسوون تخريب، يعني يخترق عشان يخرب. أما أصحاب القبعة الرمادية هؤلاء اللي يحب يتعبث بس بيشوف هل يقدر يخترق أو بيشوف مهارته، فيعني ما نخاف منهم، لكن بعدهم محاسبين قانونيا. فهذا بشكل عام الاختراق. الاحتيال مختلف شوي، ما يحتاج خبرة، اي شخص يقدر يحتال، ينتحل شخصيه اي شخص مشهور زين، يتواصل مع الجمهور عن طريق الايميل، يتواصل مع الجمهور عن طريق الجوال، واتساب، اي منصه، ياخذ منهم معلومات، البطاقه الائتمانيه، البنك، يعرض لهم سلعه، يقول لهم هذا الرابط اشتروا، فعشان يوصل للبيانات اللي هي البطاقه الائتمانيه وغيرها. زين اخوي محمد، الحين انت طرحت ان في ناس يعني ما توثق حساباتها، اقصد يعني ما تسكر بيبانها مثل ما قلت، يعني ممكن اي حد يدخل. خلنا نحل مشكله مشكله. الحين انا عندي تليفوني وفي تواصل اجتماعي، فشلون انا ممكن كاي وحده عاديه ممكن ان انا اسكر هالبيبان ان ما حد ممكن يدخل لي؟ كل منصه اجتماعيه عندنا بالانواع المختلفه لها اعدادات، الاعدادات فيها سكيورتي او فيها اداره النظام الحمايه. نعم، هالإعدادات غير مستغلة للأسف، يعني الناس عندهم هالإعدادات لكن ما يستغلونها. مثلا ما حد، يمكن معظم الجمهور ما يفعل الدخول بخطوتين، صح؟ إنما إذا حتى لو عرف الباسورد المخترق ما يقدر الكود يوصل حق المستخدم. نعم. الكود ما راح يوصل حق المخترق. نعم. فهذا تفعيل لكن ما حد يفعله. ثاني شغلة إضافة إيميل آخر، لو الإيميل الرئيسي أو الرسمي ضاع او ما عرفت تفصيل او سكر نسيت الباسورد او نسيت الباسورد، لازم يكون في ايميل ثاني احتياط عشان تقدر ترجعين الحساب. هذا اللي احنا نسميه ابواب. عندنا الشغله الثالثه في التواصل الاجتماعي خصوصا، ان معظم بيانات الناس تطلع، يعني وين انت الحين في المطعم، وينك ايش تسوي، قاعد تاكل، من معاك، يعني تحط هالمعلومات وتحط نوع الجوال، او هاي المنصات تعطي معلومات انت من وين تتكلم، من قطر، من اي جوال، ايفون، اندرويد، تستخدم المنصة كم الساعة، كم ساعة تدخل، متى أكثر وقت تدخل فيه هالمنصة، تستخدم التواصل الاجتماعي. هالمعلومات ترى متوفرة، المفروض الشخص يكون منتبه، يعني إنه لا تعطيك معلوماتك للتواصل الاجتماعي، لأن هذا المحتالين، مو بالمخترقين، لا، المحتال يجمع هالمعلومات ويكون أذكى من المخترق، يكون أذكى منه، لأنه ما يحتاج إنه يعرف نظم معلومات، ما صحيح. يحتاج يعرف بس إنه كيف يحتال عليك، يا أما ينتحل شخصيتك، يا أما يدخل باسم واحد من ربعك ويطلب منك فلوس، محتاج فلوس، وانت ما تروح ترد رفيجك اذا محتاج، اذا متوهق. هاي شفناه، اكيد شفناه، هذا اللي منتشر حاليا. نعم. وطبعا المحتال يدرس المجتمع، كل مجتمع له طبع خاص فيه. مجتمعنا اهل كرم احنا الحمد لله، يعني ف اذا حد طلب منك شيء ما راح ترده، يعني بتساعد، غير عن المجتمعات الثانيه، فهذا استغلال. فالمحتال يعرف يدرس ويعرف وين يضرب. صحيح. اكيد اخوي محمد، يعني ونشوف بعض الناس مثلا يستعمل باسورد واحد وسهل حق كل برامج التوقع، حق كل الحسابات، تويتر، سناب شات، انستغرام، فهي بسهوله تخترقه. ففي حال ان لو واحد مثلا اخترقوا حسابه او باقوا حسابه، شلون ممكن انه يرجع حسابه
بكل سهولة بدون ما يواجه أي مشاكل أو أي شيء مع المخترق؟ بفصلها لك أو يعني عدة خطوات. أول شيء أول ما يصير اختراق أو حس إنه في اختراق يبلغ الجمهور، يبلغ أصدقائه، لازم يبلغ عشان لا يتعامل معاه بالحساب اللي تم اختراقه منه يعني. نعم. هاي أول خطوة. إذا كان فرد يعلم الناس الجمهور، رابعة إذا كانت مؤسسة يبلغون مجلس إدارة، يبلغون المدير العام، هاي ضروري عشان الكل يعرف إن في مشكلة صايرة وفي اختراق صار. نعم. ثاني شغلة يبلغ الدعم الفني الخاص بالمنصة، يعني كل منصة لها دعم فني ولها طريقة تواصل معهم، يبلغهم إن تم الاختراق، لأن كل دعم أو كل منصة لها طريقة أو لها عندها أسئلة كيف تأكدون أنت صاحب الحساب، راح يسألونك أنت كم رقم جوالك، الباسورد آخر باسورد استخدمته شنو، إيميلاتك إيميل الثاني، هل فعلت ليش ما فعلت الدخول بخطوتين، هالأسئلة يسألونك إياها عشان يتأكدون أنت صاحب الحساب على أساس يردون لك الحساب أو يساعدونك في استرجاع الحساب، وهي شيء طبيعي من حق كل مؤسسة أوكي. أو كل شركة اللي تملك المنصة أنها تتأكد أنت صاحب الحساب أو لا أوكي. فهذا يعني ثلاث خطوات اللي يسوونها. لكن لو رحنا عند الناس اللي المشهورين اللي إذا تم اختراق حسابهم راح يأثر اقتصاديا، مثلا اخترقوا حساب صاحب شركة وهالشركة عندها أسهم في الدولة أو في الدولة اللي فيها يعني زين يعني وتم اختراق حسابها، هاي مصيبة. كلمة منا راح تنزل سعر الأسهم. أكيد أخوي محمد، طبعا راح نستكمل معك الحديث عن هذا الموضوع، لكن خلونا مشاهدينا نطلع فاصل وبعدها نرجع نستكمل باقي حديثنا. رجعنا لكم مشاهدينا ومعنا الخبير في تكنولوجيا المعلومات الأستاذ محمد السقطري، حياك الله مرة أخرى. الله يحييك. وكنا نتكلم عن الاختراقات وعن انتحال الشخصية وقراصنة، أشياء كبيرة شيء يعني تخرع. زين حضرتك ذكرت أن احنا لازم أن احنا نوثق حسابنا عن طريق خطوتين واللي ذكرته قبل الفاصل. صحيح. الإعدادات. إنزين الحين أنا سويت كل شيء، الحين في شيء جديد اللي هو في إعدادات التليفون نفسه، إنه ممكن لما أدخل في التليفون يبين لي كم جهاز معي خارج بيتي. صحيح. فشلون هني أنا أحمي نفسي من الهاكرز؟ طبعًا هاي من الأشياء الموجودة في إعدادات كل تطبيق أو كل منصة. نعم. يعطي أو يسمح حق المستخدم إنه يعرف على كم جهاز داش الحساب. نعم. فهذا شيء طيب. ما نقول لا، إذا كان موجود، إذا ما موجود لازم يحطون أصحاب المنصات يحطونها، لكن لو موجود يعطي صلاحية للمستخدم إنه يتابع كل الأجهزة اللي عنده اللي داخل منها على الحساب ويتأكد إن هاي جهازه أو لا، لأنه راح يعطيه الحساب الجهاز ونوع الجهاز. نعم. والدولة من وين، من قطر، من أي دولة بالضبط. فصاحب المستخدم نفسه يقدر يسوي لوج أوت من كل جهاز، يطلع من كل الأجهزة، يطلع من كل الأجهزة، يغير الباسورد إذا شاف جهاز مبلى على طول يغير باسورد. نعم. يعني اذا اكتشف انه في جهاز من دوله معينه داش بحسابه لوج اوت ويغير الباسورد. نعم. على طول يعني. أيه. لا ينتظر ويتاكد من كل تغريداتها او كل شو الصور. شو يعني شلون ممكن انهم يدخلون هالشكل؟ ممكن هو استخدم كمبيوتر عام. اي يعني ممكن دخل على حسابه من جهاز عام مو من جهاز تليفونه، او دخل من وايرلس فري وايرلس اللي هو في المطارات موجوده او في الكوفي. أيه. زين طبعا هذا الفري وايرلس ما يكون فيه فاير وول، يعني فاير وول يحمي او يمنع ان اكثر من شخص يشوف الشخص الثاني شو يسوي. نعم. فهاي يعطينا فرصه انه يعمل سكان في الشبكه الوايرلس وياخذ كل المعلومات، باسورد ما باسورد، خصوصا الناس اللي تستخدم يعني الكمبيوترات العامه لا يعني لو دخل الحساب لا يسوي حفظ تلقائي، بيكون باسورده موجود ويتم الحساب موجود. وهاي انا صراحه شخصيا كنت اروح اكثر من مكان واشوف الاجهزه العامه بس اتعبث، انا اصحاب القبعه البيضاء الرماديه بس اشوف هل صدق يحفظون باسوردهم، احصل وايد ناس حسابات كثيره وحاطين باسورداتهم. أيه. الموضوع امان عندهم في ناس فهذا من الاسباب. نعم. فبالعكس ان وجود هالخيار موجود في الاعدادات، هذا راح يحمي المستخدم انه يعرف وين داش من وين داش. نعم.
طيب اخوي محمد، يعني كثرت اساليب الاحتيال، اساليب الاختراق. صحيح. منها اللي كانوا يطرشون على الواتساب، طرش لي المسج الكود اللي يوصل لك مسج، الروابط عندك اللي ينتحلون الشخصيات في مواقع التواصل الاجتماعي. صحيح. شنو الاساليب الجديده اللي منتشره حاليا عشان نوعي اخواننا المشاهدين واخواتنا اللي يتابعونا عبر شاشه تلفزيون قطر؟ والله حاليا بقول لك في الحين مشكله راح تنتشر، الحين ما انتشرت حاليا. الحين في منصه خاصه يعني عندنا هنا في الدوحه معظم الاهالي يستخدمونها، معظم الاهالي. نعم. وهي مربوطه احدى المنصات الخاصه بالايميلات، زين، وهي منصه معروفه. فما اعتقد ان ما حد من هالقطر ما عنده منصه. نعم. اي حد عنده عيال وذي عنده المنصه، فالمحتالين عرفوا ان كل ما في بيت ما في عنده المنصه، قام يطرشون روابط وهميه. روابط يعني مو مجرد انك تدوس على هالرابط راح يطلب منك الايميل الخاص بهالمنصه. صح. يعطيك يدخلك على موقع مشابه لهالمنصه ويقول لك دخل الايميل وتحط ايميلك، ان هاي اباك منصه تبع الجهه اللي انت تتعامل معاها. نعم. فعشان بس ياخذون الباسورد، يعني تحطين الباسورد يقول لك الباسورد غلط، او يعطي الصفحه ان انت في بيج غلط سوري، ويحولش على المنصه الرئيسيه او المنصه. نعم. الاصليه عشان تدخل كانك داخل طبيعي، كانك داخل يحولك ويقول لك مره ثانيه يدخل هناك. يعني الباسورد راح خلاص، بعدها يبتدي يغيرون الباسورد او ياخذون الايميل ويغيرون الباسورد، وبعدها ياخذون اكشن يبونه اللي يحتاجونه يعني. فهذا منتشر حاليا، معظم المحتالين يعرفونه. اول شيء يدرسون المجتمع مثل ما ذكرت لكم من شوي. نعم. يدرس المجتمع، فعرف هذا المحتال ان عندنا منصه معروفه مشهوره، ما في بيت ما يدخل هالمنصه، منصه يعني محليه. نعم. فخلاص قال شلون ادخل وهذا شو اسوي فيهم؟ يطرش يسوي اول شيء الموقع اللي مشابه للمنصه الاصليه، يسوي رابط مشابه للمنصه الاصليه او رابط المنصه الاصليه، يبتدي يطرش رسائل سواء اس ام اس سواء. الحين الناس شو تسوي؟ يعني انا اتكلم لازم يكون عندهم حسامني، يعني بدون حسامني انت ما تاخذ اي رابط يجيك، حتى لو تدري ان عندك انت اكسس على هالمنصه. تاكد من الرابط انه واضح الرابط، يعني لو شفت الرابط بتعرف انه مو بلهم. ممكن يكون في حرف مختلف او حرف مختلف او حروف كبرى، فلازم واحد يتاكد. فهذا المنتشر حاليا، فانا انصح هالوقت. وبعدين ما في رابط يجيك من جهه من مكان غير معروف، لا تدوس عليه، تاكد منه قبل ما تدوس عليه. الاستاذ محمد السقاطري خبير في تكنولوجيا المعلومات، كل الشكر لك على تواجدك معنا. تكلمنا عن الهكر والاحتيال واختراقات الحسابات، فكل الشكر لك. طبعا مشاهدينا وصلنا حق نهايه حلقتنا لهذا اليوم، ان شاء الله انكم استفدتوا واستمتعتوا. نشوفكم ان شاء الله بكره نفس الوقت، نقول لكم مع السلامه. الله يحفظكم.